والله ما فرطت وما خنت أباك حياً أو ميتاً. خنتني أنا؟ لم أفعل. إذن صدقيني، هل أحببته يوماً؟ أجيبي، هل أحببته يوماً؟ هل أحببته يوماً؟ نعم نعم نعم، ولكني لم أخن أباك، والله على ما أقول شيء. حظية خليفة وأم خليفة، سيدة مطلقة الرأي، تولي وتعزل الوزراء والقادة، وتدير شؤون السلام والحرب. حسناء يغنم جمالها ملكا، ويأسر خليفة، ويسيطر على قصر وحكومة، صاحبة السلطان المطلق في دولة من أعظم دول الإسلام، نصرانية نافارية مع ذلك. تلك هي صبح البشكنجية، قرينة الحكم المستنصر بالله الأموي خليفة الأندلس، وأم ولده هشام المؤيد بالله. ألا يجتمع العقل والجمال يا مولاي؟ بلى، يجتمعان. يقدم إلينا التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة لنساء أجنبيات من الرقيق أو الأسرى، سطعن في قصور الخلفاء والسلاطين، وتمتعن بالسلطان والنفوذ، ولكنه لا يقدم إلينا كثيرا من المواطن التي تستأثر فيها أجنبية نصرانية بالسلطان والحكم المطلق في دولة إسلامية قوية. والواقع أننا لا نستطيع أن نجد لذلك مثلاً أسطع من مثل صبح البشكنجية، تلك الفرنجية الحسناء التي لبثت زهاء 20 عاماً تسيطر بسحرها ونفوذها على خلافة قرطبة، وتقوم بتدبير شؤونها في السلام والحرب مع أعظم رجالات الأندلس. ظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد الحكم المستنصر بالله، بين عامي 356 هجرياً، ولسنا نعرف كثيراً عن نشأتها وحياتها الأولى، وكل ما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية في ذلك هو أن صبحاً كانت جارية بشكنجية أو نافارية، ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر في بعض المواقع بين المسلمين والنصارى، أم كانت رقيقاً بالملك والتداول، ولكنها تصفها بالجارية والحظية، ويذكر أنها كانت جارية تحسن الغناء في دار المدنيات في قرطبة. وصبح أو صبيحة ترجمة لكلمة أورورا، ومعناها الفجر أو الصبح الباكر، وهو الاسم النصراني الذي كانت تحمله صبح البشكنجية فيما يظهر. وكانت صبح فتاة رائعة الحسن والخلال، فشغف بها الحكم المستنصر وأغدق عليها حبه وعطفه، ولم تلبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورأي. وكان الحكم حينما تولى الملك بعد وفاة أبيه عبد الرحمن الناصر كان قد بلغ 47 من عمره، ولم يكن رزق ولدا بعد، وكان يتوق إلى ولد يرث الملك من بعده، فحققت أمنيته على يد صبح البشكنجية، ورزق منها بولد سماه عبد الرحمن، وفرح بمولده أيما فرح، وسمت لديه مكانة صبح، ثم ولدت له بعد ذلك بثلاثة أعوام ولدا آخر سماه هشاما، ولكن الحكم رزئ بعدئذ بقليل بوفاة ولده عبد الرحمن، فاشتد حزنه عليه وعقد كل آماله على ولده هشام. ولبثت صبح تستأثر في البلاد والحكومة بكل نفوذ وسلطان، بيد أنها كانت وافرة الذكاء والحزم، بارعة في تدبير الشؤون، مخلصة لسيدها تعاونه في تدبير مهام الحكم، تعاونه وتساعده بذكاء وبصيرة، وتسهر معه على سلامة الدولة والعرش. ولم تكن صبح يومئذ جارية أو حظية فقط، بل كانت ملكة حقيقية، ولا تشير الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة للحكم المستنصر بعد أن كانت جارية وحظية، ولكن هنالك ما يدل على أن صبحاً
كانت تتمتع في البلاط والحكومة، تتمتع بمركز الملكة الشرعية، فالرواية الإسلامية تنعتها بسيدة صبح أم المؤيد، وتصفها التواريخ الإفرنجية بالسلطانة صبح. فللقلب سلطان على السلطان نفسه، أنت منذ اليوم سلطانتي، سلطانة النساء جميعا. بيد أن هنالك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية، وبقيت أم ولد فقط، وتصفها الرواية الإسلامية بعد موت الحكم بأنها أم ولد، وهو في الشريعة وصف الجارية التي حملت من سيدها وأصبحت أما لولده. وعلى أي حال، فقد كانت صبح تحتل مكانة الملكة الشرعية، وتتمتع في البلاط والحكومة بنفوذ لا حد له، وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمها، ويستمع لرأيها في معظم الشؤون، وكانت كلمتها هي العليا في تعيين الوزراء ورجال البطانة. وكان كبير الوزراء الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي يجتهد في خدمتها وإرضائها، ويستأثر لديها ولد الحكم بنفوذ كبير. واستمرت الحال حينا على ذلك، حتى دخلت في الميدان شخصية جديدة قدر لها أن تطلع فيما بعد بأعظم قسط في توجيه مصائر الأندلس. تلك هي شخصية فتى مغمور يدعى محمد بن عبد الله بن أبي عامر، أصله من الجزيرة الخضراء من قرية طرش، ووفد على قرطبة شابا، ودرس في معاهدها وأخذ عنها العلوم، وبرع في الآداب والشريعة، وكان طموحا مضطرم النفس والعزم، رفيع المواهب والخلال، وكان في نحو السابعة والعشرين من عمره حينما أراد الحكم أن يعين مشرفا لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن، ورشحه الحاجب المصحفي لتولي هذا المنصب. وأعجبت صبح بذكائه، وأعجبت بحسن كلامه وظريف شمائله، فاختارته دون غيره، وعين بمرتب قدره 15 دينارا في الشهر، وكان ذلك في عام 356. تقدم محمد بسرعة في وظائف الدولة، فأضيف إليه النظر في الخزانة العامة، ثم عين للنظر على خطة المواريث، فقاضيا لكورة إشبيلية، ثم عينه الحكم مديرا للشرطة، وفي أواخر أيامه عينه ناظرا على الحشم. ويرجع الفضل في تقديم محمد بن أبي عامر بتلك السرعة إلى مواهبه وكفايته الباهرة، ولكنه يرجع بالأخص إلى عطف صبح عليه وحمايتها له. وقد انتهى هذا العطف غير بعيدا إلى النتيجة الطبيعية. كانت صبح امرأة حسناء لا تزال في زهرة شبابها، ولا يزال قلبها يضطرم حبا وجوا، وكان سيدها الحكم قد أشرف على 60 وهدمه الإعياء والمرض. أما ابن أبي عامر فقد كان فتى في نضرة الشباب، وسيم المحية، حسن القد والتكوين، ساحر الخلال، وكان يفتن من جهة أخرى في خدمة صبح وإرضائها، ولا ينفك يغمرها بنفيس الهدايا والتحف، حتى لقد أهداها ذات مرة قصرا صغيرا من الفضة، بديع الصنع والزخرف لم يرى مثله، وشهده أهل قرطبة حين حمله من دار ابن أبي عامر إلى القصر، فكان منظرا يخلب الألباب، ولبثوا يتحدثون بشأنه حينا من الدهر. هل أعجبك؟ فضة خالصة، مكث فيه الفعلة والصناع شهورا، وقد صممته بنفسي. الأعجاب؟ لا أجدها تنصف روعتها. كانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع، وتزيدها عطفا على ابن أبي عامر وشغفا به. وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينفثه ابن أبي عامر، ينفثه إلى حظيته وإلى نساء قصره جميعا، ويعجب له. ويروى أنه قال يوما لبعض ثقاته: ما الذي استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوبهن مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن، حتى صرنا لا يصفن إلا هداياه، ولا يرضين إلا ما آتاه، إنه لساحر عليم أو خادم لبيب، وإني خائف على ما بيده. ولم تلبث حبائل صبح على ابن أبي عامر أن ذاعت وغدت حديث أهل قرطبة، ولم يك ريب في أنها استحالت غير بعيدا إلى حبائل غرامية. ما الحد يا محمد؟ هل تعرفه؟
الحد، حد الجوارح وما نملك، أم حد الروح والقلب والخيال؟ أما عمل الجوارح فحده الخيانة والحرام، ولا أنا بالذي يتعداه ولا أنت. وربما ارتاب الحكم المستنصر في طبيعة هذه العلاقة، وثاب له رأي في نكبة ابن أبي عامر، وسعى لديه بعض خصومه واتهموه بأنه يبدد أموال قرطبة التي عين للنظر عليها في شراء التحف والإنفاق على أصدقائه. فأمر الحكم أن يقدم حساب الخزانة العامة ليتحقق من سلامتها، وكان بالخزانة عجز. لجأ ابن أبي عامر في تداركه وسده، لجأ إلى صديقه الوزير ابن حدير فأغاثه، وقدم الكشوف إلى الخليفة كاملة لا ينقصها شيء. فأعجب الحكم المستنصر به، وتوطدت علاقته وثقته فيه أكثر وأكثر، واستمر ابن أبي عامر متمتعا بنفوذه، ينتدب لعظيم المهام والشؤون، وهو خلال ذلك كله يحرص على عطف صبح البشكنجية، ويصانع الحاجب جعفر المصحفي ويجتهد في إرضائه وكسب ثقته، ويخلق حوله حزبا من الصحب والأنصار بسحر خلاله ووافر بذله ومرؤته وبارع وسائله وأساليبه. يوشك الحكم أن يبلغ الخمسين؟ هذا يصير لك لا عليك إن أنجبت له. يمكنك أن تصيري أرفع نساء الأرض. لقد خطر لي هذا، الفكرة تغويني. جارية تصبح السلطانة على الحقيقة، إنه لمرتقى عظيم للجارية المملوكة أن تصير المالكة، لها الحل والعقد. كانت أعظم أمنية للحكم في آخر أيامه أن يضمن البيعة من بعد وفاته لولده أبي الوليد هشام، وهو يومئذ غلام في نحو العاشرة من عمره. وكانت أمه صبح تشاطره هذه الأمنية، وكان أشد ما يخشاه الحكم أن ينتزع الملك من بعده أخوه المغيرة، فرأى تفاديا من ذلك أن يعلن بيعة ولده أثناء حياته، ويضع رجال الدولة والأمة أمام الأمر الواقع. ونفذ هذا المشروع في عام 365، وعقدت البيعة لهشام في جامع بالقصر، وأعلن الحكم أنه يقلد ولده الخلافة من بعده، وأخذت البيعة من الحاضرين، ودعي له في الخطبة على أرجاء المنابر، ونقش اسمه على النقود، وأنفذت الكتب إلى النواحي لأخذها من الأكابر والأعيان، وتولى تنظيم البيعة والشهادة محمد بن أبي عامر، وهو يومئذ مدير الشرطة وناظر المواريث، وميسور الكاتب مولى صبح. واطمأن الحكم بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعا. ولكنه لم يعش بعد ذلك سوى بضعة أشهر، وكان المرض يشتد عليه منذ حين، ثم أصابه الشلل وتوفي في عام 366. ولما توفي الحكم المستنصر بالله، كانت مقاليد السلطة مجتمعة في أيدي ثلاثة: صبح البشكنجية أم هشام، والحاجب جعفر المصحفي، ومحمد بن أبي عامر. ولم يكن يعترض على بيعة هشام سوى صقالبة القصر، وكانوا زهاء ألف ولهم نفوذ عظيم، وكان رأيهم أن تؤخذ البيعة للمغيرة بن الناصر أخي الحكم. ولكن الحاجب جعفر المصحفي وقف على مشروعهم في الحال، واستدعى القواد والجند الذين يثق بإخلاصهم تحوطا للطوارئ، واتفقت الكلمة على تولية هشام، وقتل المغيرة. ولم تمضي ثلاثة أيام على وفاة الحكم حتى بويع ولده هشام ولقب بالمؤيد بالله. وتولى ابن أبي عامر في نفس الوقت تدبير مقتل المغيرة بن الناصر، فنفذ إليه الجند ليلة البيعة وقتلوه. ومنحت السيدة صبح الوصاية على ولدها، وكان في نحو الثانية عشرة من عمره، وتم بذلك مشروع الحكم المستنصر ومشروع الثلاثة ذوي السلطان من بعده. وكان طبيعيا أن تحرص صبح على تولية ولدها لتحكم باسمه، وكان طبيعيا أن يؤازر ابن أبي عامر صاحبته والمحسنة إليه ليستمر بواسطتها محتفظا بنفوذه، وليستطيع أن يحقق من خلالها ما تطمح وتطمع إليه نفسه. بعد ذلك أصبحت العلاقة بين
بين محمد وصبح تقوى أكثر وأكثر، وتزداد كل يوم تمكنا ووثوقا. وكان ابن أبي عامر يرى عندئذ في صبح ملاذ حمايته ورعايته لدى الحكم، وكان وجود الحكم المستنصر يحد يومئذ كثيرا من أطماعه ومشاريعه. ولكنه منذ توفي الحكم وأضحت جميع السلطة الشرعية مجتمعة في يد صبح بوصايتها على ابنها هشام، أخذ محمد يتأهب للعمل في طريق آخر، ويرى في خليلته صبح أداة صالحة هينة يستطيع أن يخضعها لإرادته ويسخرها لمعاونته. وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقتها على هذا الرجل الذي سحرها بخلاله وقوة نفسه وباهر كفايته، وتضع كل آمالها فيه لحماية العرش الذي يشغله ولدها الفتي. فلم تمض بضعة أيام على تولية هشام حتى رفع ابن أبي عامر من خطة الشرطة إلى رتبة الوزارة، في نفس الوقت الذي أقر فيه هشام حاجب أبيه جعفر المصحفي حاجبا له. وهكذا أشرك ابن أبي عامر في تولي السلطة المباشرة مع المصحفي، ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الحكومة على ذلك الاختيار سوى الحاجب جعفر، فقد كان يرى في هذا التعيين انتقاصا لسلطته ونكرانا لجميله بعد أن حمل أعباء السلطة دهرا من الزمن. وكان يرى في ابن أبي عامر بالأخص منافسا يخشى بأسه ويرتاب في أطماعه ونياته. ومن ذلك اليوم اضطرم بين الرجلين صراع عنيف، صراع صامت لم يكن ثمة شك في نتيجته. وبعد ذلك، وبعد أن تمكن محمد بن أبي عامر أن يستبد بأمور الدولة، حبس الخليفة هشام وأمه في قصرهم بحجة أنه يحميهم، وأصبح هو المتصرف بأمور الدولة. وانتشرت بين العامة أخبار الفاحشة بين صبح ومحمد رغم أنها لم تقع، وأصبح الناس يتناقلونها. وإن كان لك غرض عند أبي عامر فلا تستعمليني له. لا تعود إلى هذا، نشطك الله. وأين هذا من كلام العامة في قرطبة؟ اقترب الوعد وحان الهلاك، وكل ما تحذره قد أتاك. خليفة يلعب في مكتب وأمه. نشدك الله، لا تقتلني. وبعد أن ساءت الأوضاع بين صبح ومحمد، حاولت صبح الاستنجاد ببعض القبائل الموالية لبني أمية، وأرادت أن ترسل إليهم ببعض الأموال حتى يجهزوا حملتهم ويأتوا إلى قرطبة. وما إن علم محمد بهذا حتى اقتحم قصر الخليفة وأخذ ما فيه من مال ومجوهرات بحجة أن هذه هي أموال المسلمين، وأن صبح أرادت أن تبذر هذه الأموال على عامة الناس. فنقل محمد هذه الأموال إلى مدينته بالزاهرة حتى يحفظهم للمسلمين في زعمه. ولم تمض أيام بعد ذلك حتى توفيت صبح البشكنجية،